أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الإقبال اللافت من قبل المواطنين على الخدمات التمويلية في معرض التمويلات الإسكانية يعكس جدواها في توفير الخدمات الفورية للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة توجه جهودها وخططها وبرامجها لتحقيق هدف حصول المواطنين على السكن اللائق دون فترات انتظار. وقالت الوزيرة الرميحي أن الوزارة رصدت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين مع الخدمات التمويلية التي أتاحها المعرض، لا سيما تمويلات برنامج تسهيل بأنواعه الثلاثة: تسهيل عقاري وتسهيل تعاون وتسهيل البيت العود. وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن طرح المعرض أكثر من 10,000 عقار بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية يعكس وفرة المعروض في السوق العقاري، موضحة أن الوزارة تحرص باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع العقاري في المملكة باعتبارهم شركاء في منظومة توفير الخدمات الفورية للمواطنين. من جانب آخر، أكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن مشروع سهيل الإسكاني لاقى رواجا من قبل المواطنين الزائرين لمعرض التمويلات، وأن نسبة كبيرة من وحدات المشروع تم حجزها، وأشارت إلى أن فكرة معرض التمويلات الإسكانية ستشهد توسعا خلال المرحلة المقبلة. الحمد لله اليوم شهدنا إقبال جدا كبير من المواطنين على الخدمات الإسكانية، وخاصة برنامج تسهيل اللي يوفر خيارات متعددة ومتنوعة للمواطنين. فاليوم الحمد لله الإقبال على المعرض هو نتيجة تنوع حلولنا التمويلية، نتيجة قابلية المواطن أنه هو يختار من مجموعة من الخدمات اللي يقدمها اليوم معرض التمويلات الإسكانية. الحمد لله اليوم المعرض يضم أكثر من 10,000 عقار، وهذا الشيء مخزون جدا كبير مقارنة بالمعرض السابق. والحمد لله اليوم نشوف نتائج إيجابية من خلال برنامج تسهيل. الحمد لله اليوم احنا سعيدين بالنتائج اللي حققها مشروع سهيل إسكاني، وهو باكورة العمل من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبإذن الله إن شاء الله في السنوات القادمة بنتوسع فيه بحسب توجيهات سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق ثمان مشاريع مشابهة له.